من المدرسة السنية وباحث تاريخي اشتهر بنقاشاته الدينية والفكرية على الساحة المحلية السعودية والعربية والإسلامية أثار الكثير من الجدل حول انتمائه الديني والمذهبي البعض يطلق عليه تسمية شيعي والبعض الآخر يسمونه بالزيدي وبعضهم يصفونه بالقرآني بينما هو يؤكد للجميع بأنه مسلم فقط جميع كتاباته جاءت بمثابة صدمة أشعلت النار بين جميع الأوساط ودفع نتيجة أفكاره وآرائه ثمنا كبيرا فقد فصل من عمله ومنع من إكمال نشاطاته وسحب منه جوازه فأصبح سجين بلده رغم أنه تلقى العديد من العروض للعيش خارج السعودية إلا أنه رفض أن يهرب وأصر على أن يبقى في بلد يأخذ من قلبه حيزا كبيرا من أهم مؤلفاته بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي وسلسلة من المعاصرين إنه المفكر والباحث حسن جهات وأرحب بضيفي المفكر السعودي الشيخ حسن فرحان المالكي أهلا بك شيخ حسن الله يبارك فيك حياك الله أبدأ معك أول شيء من بداية الحلقة من لقب أنت يعني كما عرفت أنك ترفض وهو شيخ الإسلام وتقول أن شيخ الإسلام هو الله لماذا ترفض هذا اللقب؟ هذا كان في سياق طبعا بسم الله الرحمن الرحيم كان هذا في سياق حديث عن الإكثار من كلمة شيخ الإسلام شيخ الإسلام وهي تصل إلى عقول العامة وإلا ربما تصريفها في معنى بس أنا يهمني العامة تصل في عقولهم بأن شيخ الإسلام خلاص يعني لا يؤخذ عليه ولا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فاللقب أرى فيه غلو خاصة فيما ينطبع في عقول عامة فإن الإسلام ليس له شيخ الإسلام هو شيخنا كلنا هو الذي نحن تلاميذ يعني أقصى ما نصل إليه أن يكون الواحد من تلميذ الإسلام حتى هذه كبيرة فالله عز وجل عندما قلت مجازا عندما قلت مجازا وليس من باب الحقيقة لكن من باب المجاز أن الله هو شيخ الإسلام بمعنى هو الذي ينسخ من الإسلام و يضيف إنشاء وينسخ حكم ويبقي حكم يخفف عنا الأسر والأغلال التي في الأديان السابقة يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام هو تلميذ الإسلام ولا يصح أن يسمى شيخ الإسلام لأن الإسلام فوق النبي هو ملزم بالإسلام يعني فالله عز وجل هو الذي يقول يا أيها النبي لما تفعل لما يعني يعاتبه على أمور من هذا الباب يجب أن يعني الشيخ مرتب يعني في ألوهة يعني في قداسة يعني الألوهة هذا عندما تقول تخالف شيخ الإسلام من هو كلمة شيخ الإسلام يعني فيها في عقول العامة أنه خلاص الإسلام تلميذ صغير وهذا شيخه مع أن المطلقين الذين يطلقون هذا لا يقصدون هذا بس يجب أن يبين للعامة أنه إنما هو لقب كذا يعني ما يبينون بس كلمة شيخ الإسلام هكذا فإيش اللقب البديل؟ الشيخ ابن تيمية الشيخ فلان الشيخ فلان حتى بالمناسبة ليست خاصة عند السلفية حتى عند الشيعة والأشعرة يسمون شيخ الإسلام ثقة ثقة الإسلام وهكذا لكن شيخ الإسلام أبلغ من تقي الدين هو لقبه أيضا تقي الدين ابن تيمية هذا تقي الدين معقول زين الدين شمس الدين كذا معقول أما شيخ الإسلام مشكلة نعم. طب اليوم كيف تصنف نفسك يعني في كتابك القراءة في كتب العقائد وصف نفسك بالحنبلي السلفي اليوم لا زال وصفك كما هو كما ذكر بهذا الكتاب أنا عندي تفسيري للسنة وللحنبلية طبعا الاسم الشرعي هو الإسلام هو الذي سماكم المسلمين من قبل المفترض أن المسلمين جميعا يلتقون على هذا أنا مسلم وكفى بقية الأسماء هذه مدارس مدرسة الحنبلية المدرسة نحن شئنا حنابلة غصبا عنا شئنا ما أبينا تعلمنا وصلينا وحجينا وزكينا على المذهب الحنبلي فأنا من هذا الباب الواقعي الاسم الواقعي نحن حنابلة إلا ما صححنا فيه يعني في أبحاث بسيطة في الفقه صححناها بمعنى عرفنا أنها خاطئة أو على الأقل مرجوحة فكلمة سنة أيضا هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الذي يرفضها فمصادري أيضا التي نشأت عليها ومكتبتي هي سنية وانطلاقتي سنية وفي السنة بالمناسبة خير كثير مغمور وشر كثير ظاهر فليس المشكلة في الانتساب لكن هذا كلام واقعي بمعنى ما عندي مانع لو يقال أنت لست سنيا بمفهومكم أنتم لا لست سنيا بمفهومي أنا لسنة النبي بلى أنا سني فمن هذا الباب
وكتاب العقائد قديما طبعا كنت تلك أنا تطورت في الفكر لم أذهب مباشرة، وإنما بالاحتكاك بالواقع اكتشفت أن كثيرا من السنة صارت مذهبية وليست سنة نبوية، فأنا أفرق بين السنة المذهبية الواقعية التي نشأنا عليها ولازال فينا كثير منها، والسنة النبوية التي يجب أن نكون عليها سنة وشيعة وإباضية وزيدية، سنة النبي نفسه متنازع عليها، كل واحد يقول لا هذه سنة وهذه سنة، فلا نستطيع أن نجزم بسنة النبي إلا في المتفق عليه في القطعيات أو ما يسمى معلوم من الدين بالضرورة، تحريم الظلم، وجوب الصلاة، بر الوالدين، وهكذا هي السنة التي يدعمها القرآن. أما السنة المتناثرة في المذاهب ما يحق لأي فريق أن يقول هذه سنة النبي. حنرجع نتكلم عنها، بس إيش علاقتها بأنك كونك حنبلي سلفي؟ هذا في البداية أنا في كتاب قراءة في كتب العقائد كنت حريص على الألقاب، يعني حتى أول ما بدأت يعني أتحرر من المذهبية كنت أتألم عندما يقال هذا غير سني، مع أنه ما يهم، المفترض الله هو الذي يحكم هل أنت على سنة محمد أم لا، ولا ندعي أننا على سنة النبي كاملة، نحن عندنا شيء من السنة، يعني ما نبالغ. يعني شوفي أختي الكريمة، في القرآن الكريم يأمرنا ألا نزكي أنفسنا، فلا تزكوا أنفسكم، السنة المذهبية تزكي، يعني تجعل نفس أنا على منهج وأنا على عقيدة سليمة وكذا، هذه تزكية. فالذي يدعي أنه سني مثلا، أنه سني كامل السنة، هذا يزكي نفسه. والذي ما لقبك اليوم كيف تصنف نفسك؟ يعني مسلم اليوم مسلم ضعيف، حتى الإسلام إيه مسلم ضعيف، عندي من السنة شيء، لا أدعي أنني في كمال السنة، سنة النبي صعبة، من الذي يكون مثلا نبي يعني علما وعملا، كلمة صعبة. فالذي يقول أنا سني يعني كأنه يقول أنا مثل النبي، ترى أنا سني، إيش هذا الكلام؟ نحن عندنا قليل من أنت معترض على كل الألفاظ يعني المتداولة، كل الألفاظ لولا أن الله أوجب علينا أن نقول أنا من المسلمين، تمام؟ لا ربما زهرت أن أقول أنا مسلم، لأن كلمة مسلم أيضا كبيرة، لما يقول السني نحن نتبع سنة النبي، إيه لا ما نتبعها، نحن نكذب، نحن نقول نتبع سنة النبي، لكن نحن لا، سنة النبي هي العدل، هو الصدق، هو التدبر، هو القرآن. قالت أم المؤمنين عائشة كان خلقها القرآن، ليس خلقه فقط، خلقه القرآن وعلمه القرآن ويعني أوامره ونواهيه، بمعنى في القرآن كثافة عن الكون، التفكر في الكون، لعلهم يتفكرون أكثر من لعلهم يؤمنون. أين هي من سنتنا؟ هذه سنة، لابد أن النبي منفذ للقرآن الكريم، هو أفضل من نفذه، تمام؟ نعم. يبين للناس ما نزل إليهم علما وعملا. أين مساحة التفكر في الكون في سنتنا إذا كنا سنة على منهج النبي؟ أين هي؟ ضائعة. أين هو العقل؟ لعلكم تعقلون كم وردت النبي، نجزم بأنه كان أكمل العاقلين وأنه أكمل المتفكرين وأنه أكمل كذا. عندما أدعي أنني سني على سنة النبي يعني أنني حصلت على هذه المزايا جميعا، ما أدعي هذا، وإنما عندي شيء قليل يعني، تمام؟ كل مسلم ينبغي كل مسلم ألا يقول أنا مسلم كامل الإسلام، ولا يقول أنا سني كامل السنة، لا 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 لا. طب كنت تقول فينا قصور كنت كثير. تقول أنه كنت في البداية في بداياتك أو في قبل فترة تهتم في الألقاب، صحيح، يعني هي الزمن اللي ما كنت ألبس فيه عقال، قبل الحلقة قلت لي أنا لبست بدأت ألبس عقال بعد ما اعتدلت، أي صحيح، يعني كنت متطرف واعتدلت، ولا زال عندي مشكلة في لبس العقال، يعني ما أحيانا ما يعني أخربطه شوي، هو صار اللي ما يلبس عقال يعني رمز للالتزام الديني، لا هي عادات، هذه يعني عادات وطبائع، أنا حتى الآن لم أسأل عنها لماذا لا تلبس عقال وكذا، ما أدري، لأنه قبل يظهر لي أنها من آثار تحريم بعض يعني بعض الأمور كانوا مبالغين فيها، المدرسة الحنبلية المتشددة كانت تبالغ في تحريم كثير من الأمور، يعني بدأت الآن يعني يتراجعوا فيها، فما أدري، بس أنها عادة مشيت معهم في جامعة الإمام وخرجت وأنا بلا عقال ومشيت، ثم في الأخير رأيت أن لابد، لأنه حتى أول لقاء لي في قناة الجزيرة كانت الغترة كل مرة تطيح وأصلح وكذا، يعني لماذا هذا الكلفة، يعني لماذا هذه الكلفة، وجدت العقال أحسن. أي لا بأس. طيب أنا أبغى أسألك الآن عن يعني كان هناك شبه هجوم منك على الدعاة في العالم الإسلامي إجمالا في مقال لك دعوهم في إسلامهم وابقونا في كفرنا، وهذا نشر في جريدة الكويتية، كنت تتحدث عن المقال وقلت في المقال أنه أحد الفضائيات طلبت منك التعليق على تخريج دفعة جديدة من الدعاة، ففي المقال أوضحت أنه
أنت طلبت بأن تتوقف جهات الدعوة في العالم الإسلامي عن الدعوة فورا، وثانيا أن يدخل الدعاة في دورات فلسفية للبحث الجاد عن الإسلام. أول شيء لما تطالب بأن تتوقف جهات الدعوة في العالم الإسلامي عن الدعوة فورا، يعني هذا المطلب المتطرف جدا. لا أنا في ظني طبعا هذا حسب يعني رأيك. لا ليس متطرفا، يعني نحن المشكلة ماذا؟ المشكلة أنا ندعو للإسلام وقبل أن نعرفه يجب أن نأخذ فترة طويلة لنعرف الإسلام ما هو ثم ندعو إليه، هذا العقل، هذا الطبيعي، تمام؟ أما أن تدعو الإسلام قبل أن تعرفه هذه مشكلة. طبعا البعض قد يقول لا نحن نعرف الإسلام بحمد الله وكذا، نقول نعم أنت تعرف شيئا من طبعا نتكلم عن الدعاة الآن. أيه هو الدعاء ماذا يعلمونهم؟ يعلمونهم أن اذهبوا وأمرهم أن يقولوا لا إله الله محمد رسول الله ثم يدخلوا في الإسلام. عندما يدخلوا في الإسلام هم ما يدخلوا في الإسلام، هم يدخلوا في المذهب، انتبهي في فرق كبير. هم يدخلوا في المذهب بجله وجليله، بكبيره وصغيره، هذا ليس الإسلام، هذا اسمه المذهب، هذا نسخة بشرية من الإسلام، ليس نسخة إلهية. فعندما نتعلم الإسلام كيف سندعو؟ نقول أن الصدق عندنا قيمة عليا، قيمة كبرى، هذا يوم يعني القيم الموجودة عند الدعاء الآن في العالم الإسلامي وخارجها أن الشهادتين، تنطق الشهادتين وتصلي وتصوم وتحجب زوجتك وتجتنب شرب الخمر وكذا، طيب ممتاز، لكن في أشياء أعظم. أين الصدق؟ أين قيمة العدل؟ في القرآن الكريم قيمة الصدق مقدمة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قيمة العدل في القرآن مقدمة في الإسلام الأول. نعم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قيمة التفكر قيمة عليا، لعلكم تتفكرون أكثر من لعلكم تؤمنون، تمام، في القرآن. قيمة الإنسانية، قيمة التصالح مع الكون مع الآخر، هذه القيم لا يتعلمها الدعاء المتخرجون. الدعاء المتخرجون من أي مذهب، ما أخص مذهبا معينا، هو دعوته مذهبية للمذهب وليس الإسلام، يعني فلذلك أنا لا أفرح يعني الدعاء لا يركزون على التفكر. هذا مشكلة، يعني هل هذا هو الإسلام؟ هذا في ظني عارة أن نزعم بأننا على الإسلام الإلهي. نحن على إسلام بشري تشكل عبر الزمن من سلطات وبخصومات ومذاهب ونزاعات، وأضيف إليها الألفاظ الإلهية، في ألفاظ إلهية معنا، الألفاظ بقيت، الصدق بقي معنا كلفظ، العدل بقي معنا كلفظ، الإنسان والعدل وحب الخير للناس بقي معنا كلفظ، جلد للذات. لا هذا واقع. نحن لو في الآن، أعطيك سيدتي مثال، الآن لو في فريقين يتخاصمان، يعني تبغين الليبراليين والإسلاميين مثلا أو السنة والشيعة وكذا، اعملي استفتاء عند كل جمهور، يعني لو يتخاصم السنة والشيعة مثلا، لو في استفتاء هل الشيخ الفلاني إنسان أو غير إنسان، الشيخ المعادي، يطلع القائم أنه غير إنسان، تمام؟ في الغرب ما يحدث هذا، أو بين الإسلامي والليبرالي ماذا يحدث؟ يقول نعم، هو يستغرب السؤال في الغربي عندما تسأل، الآن يقولون عن فلان أنه يعني يطعنون في عرضه أو في عقله أو في إنسانيته أو كذا. إذن فالوحشية عندنا ضد الآخر وفي استسهال الكذب عليه واستسهال بهتانه سهل جدا. في الغرب والشرق ما يحدث هذا، عندهم عقل والتهمة إذا اتهموا أو خاصموا تكون علمية ما أمكن. فنحن لسنا مسلمين، ليس جلد للذات بقدر ما هو واقع، نحن لا نرى أنفسنا. ترين بالمناسبة من أبلغ، يعني لذلك أنت قلت أثناء التحضير للحلقة، قلت لي أنه أنا أفضل الدعوة بجامعة الإمام على أن أذهب إلى البرازيل. بعض الأخوة الله يبارك فيه، الدكتور عبد الرحمن شيبان عضو مجلس الشورى، فقال لي لو تذهب إلى البرازيل والأرجنتين ماذا ستدعو؟ يعني ما هو الإسلام الذي ستقدمه لهم؟ قلت سأمتنع، لن أذهب إلى الأرجنتين والبرازيل، سأذهب إلى مناطق أهل الدين المتمذهبين أنفسهم وأدعوهم إلى تحكيم الشرع في المذهب، يعني يجب أن يكون المذهب تحت الشرع، وأقول لهم ترون الصدق، أنتم تأمرون بالصدق لكن لم تكتبوا منهجا في الصدق. منهج الصدق بحاجة إلى منهج الأمانة، فلا تبخس الناس أشياءهم، أليست آية كريمة؟ فلا تبخس الناس أشياءهم، ألسنا نبخس جميع الناس أشياءهم؟ نبخسهم عقولهم ونياتهم وإنتاجهم وكل شيء نبخس. المنهج المعرفي في القرآن ورأيك في الجهاد عبر التاريخ الإسلامي وهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بعد الفاصل مع الشيخ حسن المالكي.
شيخ حسن، يعني كان عندك رائح أو نظرية حول المنهج المعرفي في القرآن. نعم. هل هو مطابق للمنهج منهج الشك؟ يعني يحتاج إلى نعم في لا في تقريبا الشك المنهجي وليس الشك المذهبي. طبعا هذه من بركات القرآن، على قلة تدبري للقرآن أو قراءتي له، وأنا أعترف بأني قليل القراءة وكذا، لكن إن قرأت أحاول أن أتدبر، يعني أحاول أن أقف، فاكتشفت منهجا، يعني لماذا الناس يكفرون، لماذا الله يعذب كذا وكذا، يعني هناك لماذا أسئلة فلسفية، لماذا لم يبعث نبي في كل قبيلة في كل بلد، لماذا لم يبعثنا جميعا، ثم تطور السؤال إذا إلى لماذا لم يبعثنا جميعا أنبياء. فطلعت بنظرية بأن الله ليس هدفه أن يهدينا جميعا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، وإنما هدفه أو غايته نقول أن يبتلينا جميعا. هذا الإنسان مخلوق آخر لمهمة أخرى غير الهداية الكاملة. نعم. الهداية الكاملة موجودة في النبات وفي الحيوان وفي الملائكة وكذا، يسبحون ولكن لا تلقون تسبيح، يعني نحن موضوعنا الابتلاء. طيب. هذا الابتلاء لابد له كيف يتم ابتلاء. بحثت في القرآن وجدت الحس مبتلى، الحس السمع والبصر والقنوات المعلومات إلى العقل تبتلى. هل يبصر بجدية؟ هل يسمع الحجة بجدية أم هكذا يعني لا يسمع؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم العقل، ثم القلب، ثم السلوك أو العمل. هذه أربع مناطق للمنهج المعرفي، بمعنى أنها لن تدخل معلومة إلى العقل، هي تمر بالعقل قبل القلب، يعني من الحس إلى العقل إلى القلب، لن تذهب معلومة إلى العقل إلا بعد مرورها بالحس. هذا الحس هو مبتلى، هو مبتلى في أن يسمع وأن يبصر. وأكثر ما اليوم تلاحظون في الجدالات، أنا لم أقول هذا، أنا لم، لأن الآخر لم يسمع، تمام؟ فهو مسيطر عليه من القلب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وكذلك الأسماع ما تعمل القلوب. يعني أنت رؤيتك للإسلام أو تفسيرك للقرآن دائما من زاوية المعرفة والعقل، بعيدا وتبعد كثيرا عن مسائل الفقه. الفقه يدخل فيها، بس لحظة أكمل. فالمنهج المعرفي يمر بأربع، المنهج المعرفي في القرآن وجدته من خلال استخراج الآيات الحس والبصر، يعني الآيات الحس، ثم آيات العقل، يعني عندما تنتقل المعلومة، لأنه إذا تشوش في الحس، إذا تشوش نقل المعلومة خاطئة أو مشوشة إلى العقل، فلا يستطيع أن يزن، هل هي أن يزن مقدار صوابها أو خطأها. فإذا كان الحس سليما مطمئنا في نقل المعلومة، سيصل إلى العقل، ثم يبتلى العقل مرة أخرى، لنبلوكم فيما آتيناكم، لو لبلوهم فيما آتاهم، ينتقل بعد ذلك إلى القلب، والقلب هو المحور الذي به ربط جميع الأمور، هو الذي يؤثر على العقل وعلى الحس، وعنه ينتج أيضا العمل. ولذلك الله عز وجل يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. وأكثر ما نعانيه اليوم وعبر التاريخ البشرية من القلوب. القلوب ما هي؟ الكبر والفخر والعصبية والحسد والكذا، كل البلاء في القلوب، ولو أن صلحت القلوب لصلحت. فهذا المنهج يحتاج إلى توثيق. للأسف لم نعلم في مناهج التعليم، ما في مادة عن الحس، كيف أنت أيها الطالب تستحسن استخدام الحس أو السمع والبصر. ما في مادة عن العقل قرآنية، ولا في مادة عن القلب قرآنية. لماذا؟ لأن الأحاديث خلت، وهذا موضوع آخر، لأن الأحاديث أفقرت هذا المعاني، بمعنى أن الأحاديث النبوية لم تسجل جميعا، وأنه اختزل كثير منها، لم ترفضته السلطات والمذاهب أو الواقع البشري، رفض بعض الأحاديث المبينة. هذا رأي سبب لك هجمات كبيرة جدا. هو طبيعي يعني. وتهم كثيرة يعني، وإخراجك من السنة، واتهامك بأنك شيعي وبأنك رافضي وبأنك يعني غيره وغيره وليبرالي، وأنك أيضاً ليبرالي. طيب، ما هي مشكلة؟ هو شوف، أنا عندي، وهذا عتبي على الدعاء، يعني كأنها تهم طبعا، هي نعم، ما هي لا تهم. بس عتبي على الدعاة أو كثير منهم أو الباحثين، أنهم يراعون الناس، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أتخشونهم فالله أحق أن تخشاه. تتهمهم بالنفاق يعني؟ لا، أنا يعني هم الآن يخشون، الآن كثير من الأخوة الدعاة والعلماء والباحثين ألتقي بهم، يقولون معك حق في كذا وكذا، فأقول لهم لماذا لا تعلنون؟ يقول الناس سيقولون فينا. ممتاز، الناس سيقولون فيكم، فهل الله سيقول فيكم؟ إذا لماذا تراقبون الناس مثل الناس؟ من الدعاة؟ ما يعني يتحفظون معظمهم، لا أذكر حتى الآخرين الذين لم يتحفظوا، لا أعرف هل
يعني يسمحون يعني أمثلة طيب على من أسماء هؤلاء الدعاة؟ ما يعني يظهر لي يصعب، لكن فيه معني ممكن، لأن الآن نقدتهم الآن يعني أنا نقدت قلت لماذا لا تقولون، فلو لو قلت لي هل يمرك، لو سألتني قبل هذا هل يمرك بك دعاء مثل أبل، نعم مثل تواصل مثل فلان وفلان وفلان يعني، لكن على أي حال هو يعني دعوتي لهم أن نراقب الله أولا، بمعنى إذا الله عرف أنني أنصر العقل، أنتم سميتوني مثلا معتزلا لأن الاعتزال المعتزلة اهتموا بالعقل، أنا اهتممت بالعقل في القرآن تمام إذا هم أطلقوا علي معتزلي لاهتمامي بالعقل، الله لا يطلق عليه معتزلي، يقول أنا أحسنت أنني جمعت الآيات في العقل ودوره والتفكر والنظر، عندما مسألة الكون أو حتى في التاريخ يمكن نصرة الظالمين من أهل البيت، حتى لو سميته شيعيا الله يعرف أن نصرة المظلوم واجبة تمام، وأن الرد على الظالم وذم الظالم وشنآن الفاسقين الذين يعني قتلوا المسلمين ولعنوهم على المنابر وكذا أنه واجب، هدموا الكعبة وفعلوا. فالمقصود أنه يجب أن لا يهمنا أحكام الناس. أنت بمناسبة النصوص القرآنية قلت في تويتر أن الشيطان ذكي وبارع ويستشهد بالنصوص الشرعية، ومن اعترض على النصوص فقد كفر. إيش معنى الكلام؟ يعني هو بعض الأحاديث التي تخالف القرآن لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ مقدمة. إذا لم يقلها النبي من الذي وضعها؟ أناس بشر سلطات أو وعاظ كذا، كيف اقتنعوا بوضعها؟ الشيطان له طرقه وأساليبه وتأثيراته، عنده خبرة طويلة من أيام آدم إلى اليوم، يدخل كل نفس بشرية فيستطيع أن يقنع الواعظ أو السياسي، ضع هذا الحديث من أجل الناس ومن أجل عدم الفتنة ومن أجل ها، يعني يستطيع أن يضع، فيقومون بوضع الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أو وهذا قليل الأكثر، ما هو الأكثر؟ يحرف أحاديث في الأصل صحيح، في الأصل صحيحة، إما يبتروا مثل ما يفعل بعض الأعلام، ما أحب أن أذكر اسم حتى لا بعض أعلام الحديث الكبار جدا قد يحذف من الحديث شيئا، يعني حتى ممكن أذكر مثال والله يمكن لأن إذا دخلنا في الحديث ربما أذكر مثال، بس لابد من مقدمات حتى لا يساء الفهم، لأن أحيانا طب باختصار يعني إذا أخذت محدثا كالبخاري أو أحمد أو غيرهم على تصرفه في المتن، تصرفه إذا فهم يظنون أنك تهاجمه، طيب يا حبيبي أنا أريد أن أحمي المتن أولا لأن هذا المتن موجود ما قبل البخاري وأحمد وما بعد البخاري وأحمد، وجد في مثلا في كلامهم تصرف في المتن، حذف هل هذا الحذف واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين؟ إذا زاد الحذف عن 30-50 في موضوع واحد هنا يصبح أقول أنه في هذه النقطة غير أمين، فيشنعون لأن المجتمع غير معرفي، المجتمع الإسلامي غير معرفي، يشنعون بأنك تهاجم وتقول أنهم كذا، ليس هكذا البحث المعرفي. ما هو البحث المعرفي؟ تقول ماذا؟ أنا أبحث مثلا مسند الإمام أحمد، مثلا مصادر مسند الإمام أحمد موجودة، هذا الحديث يعرفوها، موجودة قبله مثل مصنف عبد الرزاق توفي 210 وأحمد 241 هو شيخه، فعندما يقول حدثنا عبد الرزاق أنت عندك الأصل موجود، فإذا وجدته اختبرت الأصل، تنظر بين الأصل والفرع، ثم وجدت المواطن التي بتر فيها أحمد أو غير فيها، هنا ستعرف أن هذا الباب ليس منصفا فيه أو ينبغي التوقف عنده. طبعا في الغرب يبحثوا هذا بسهولة في الغرب، بس عندنا تقديس الأشخاص أخذ فوق تقديس المتون، أنا عندي تقديس المتن يعني وحمايته أولى من حماية الشخص، وهذا سبب الجرح والتعديل أصلا، يعني انطلاق الجرح والتعديل ما هدفه أن يعرف من الذي أمين في هذا الباب وغير أمين في هذا الباب، ولذلك قيل المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته فليس أيضا أظن سبق وقلت أنه أبواب الحق أو أبواب العدل لم تكن بالشكل الكافي في هذا في الكتب الستة كلها. طبعا مسند أحمد مرتب على المسانيد على الرجال، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند علي وهكذا، أما الكتب الحديثية الستة باب الإيمان، باب الصلاة، باب الزكاة، باب كذا، هذا الأبواب في الكتب الستة ليس فيها باب العدل، باب الصدق، باب الشهادة لله، باب الابتلاء، وهي أبواب كبيرة في القرآن، باب التفكر في الكون، باب التفكر في الخلق، هذا نقص عجيب، لأن النبي إنما ينضح عن القرآن كما اتفقنا من كلمة أم المؤمنين عائشة ماذا قالت؟ أنه كان خلق القرآن يعني وعلمه وسيرته، وحتى الله قبل عائشة يقول على لسان النبي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فعندما يتبع ما يوحى إليه أوحي إليه ماذا؟
لم يوحى إليه تفاصيل عبادات، وإنما أوحي إليه هذه الأمور الكلية الكبرى في الكون والتفكر والصبر والعقل والابتلاء وتفاصيل العبادات والشهادة لله وتفاصيل العبادات. هذه عملوا فيها كوارث، يعني كتاب الوضوء في آية واحدة في كتاب الله، في آية واحدة. الآن تدخل أي مكتبة تجد الوضوء في مجلدين. هذا ونتيجة إبعاد الأشياء الكبرى أو تهميش، يعني الأشياء الكبرى صرفنا عنها الشيطان إلى التفاصيل، ثم جعلنا نتخاصم في التفاصيل. بمعنى يعني حتى الصلاة والصوم والحج وكذا في أشياء فوقها في القرآن الكريم، وهي الهداية والتفكر. لأن في القرآن الكريم أي غاية هي تأتي بعد كلمة لعلهم يهتدون، لعلهم يفلحون. يعني الصلاة مفروضة لغاية، وأقيم الصلاة لذكري، انتبه بس، لذكري، وأقيم الصلاة لذكري يعني لتذكري، لأن يكون الله في قلبك، تمام، هذه هي الغاية. واستعينوا بالصبر والصلاة، فهي وسيلة. الشيطان أبعد عنا الغايات، غايات القرآن أبعدها تماما، اللي هو الهداية والتفكر والعقل. يعني هو أنت تتهم الشيطان؟ أي طبعا طبعا، لأنه الشيطان له أجندته، له سلاطينه ووعاظه ومجتمعه، تمام، يستغل هو هذا. والنفس الأمارة بس له جنود داخل قلوبنا، له جندي. فلما أبعد الغايات الكبرى ورفع الوسائل جعلها غايات، تمام، ضعنا، أصبحنا نتصدق على الله، يعني نصلي لله ونصوم لله ونحج. لا، هو الله فرض هذه لك أنت، تمام، ولم يفرضها له، لا، تمام. يعني أنت تصلي لله من أجلك أنت، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واستعينوا بالصبر والصلاة، وفرضها لك ولم يفرضها له، هو غني عن العالمين، هو هذا الكون، هذه الأرض ذرة في هذا الكون، نعم. والله كل شيء يسبح بحمده، ليس بحاجة إليك. نحن نمن على الله، يعني نتيجة عدم فهمنا القرآن، لأن الشيطان بعد الغايات فتبعناه ورفع الوسائل جعلها غايات، صارت غايتنا أن نعطي الله، نعطيه. لا، هو يعني هذه أكثر من كما قلت أنهم كما وصفتهم يشنعون أو يهجمون أو يتهمونك، يعني بيتهم عديدك بنظرهم، هم من السلفيين؟ يعني هي المعركة بينك وبين السلفيين؟ يعني هي أنا هناك مثلا عبارة قلتها يعني أزعجت كثيرين، أن الغلو السلفي يريد أن لا يبقى من المسلمين إلا 50,000. متى قالوا ذلك؟ أي طبعا نظرياتهم تؤدي إلى هذا، لكن أنا لا أعد نفسي خصما. يعني أولا ليس كل جميع السلفيين، أنا عندي تواصل جيد مع كثير من رموز السلفية، وإنما الغلو السلفي طبعا بما أنني يعني وسط السلفية يجب أن أنظر الغلو الذي يحيط بي. يعني صحيح أنه في المذاهب الأخرى يعني هناك غلو كذا، لكن لم أتتبعه أو لست ملما به، نعم. لكن هؤلاء هذا الغلو السلفي الذي نظريته تصل إلى 50,000 أو أقل، بمعنى يعني لو نتتبع كتب العقائد، من فعل كذا يقتل، يستتاب إلا قتل سينتهي، أي ما يبقى إلا 50 أو يمكن 40,000 من هذه الزاوية أنت، وحتى هذه تحدث بينهم. وعندنا طبعا الغلو السلفي عندنا في الخليج ليس فرقة واحدة، هناك حوالي 7 فرق، كل يعني يرى أن الآخر أخطر من يهود النصارى، وأنه لهم السيف ولهم كذا، هذه مشكلة. ولذلك أنا لا أعد نفسي خصما، خصومتهم من طرف واحد، بمعنى أنا بحمد الله لا أحمل في قلبي حقدا لا على مختلف، أي مختلف، ولكن فقط أخاصمه فكريا، أنا أخاصمه فكريا، لكن لو معرفيا لو ألتقي به أنصره إذا في مظلمته. وتناظرهم، كان لك مناظرة؟ ونظري ما عندي مشكلة. مناظرة لم تكتمل أعتقد. نعم، كان لك مناظرة؟ أي كان في قناة من قنواتهم، طبعا أنا أسميها القنوات السفيهة، فعملوا البعض عاتبني لماذا تذهب إليهم في عقر دارهم، تمام، لماذا، ليش تسميهم السفيهة أو السفهاء؟ موضوع آخر، بس العتاب نفسه لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ألم يذهب إلى أهل الطائف في عقر دارهم وإلى سوق عكاظ وإلى كذا؟ أنا أعاتب الأخ المترفعين من الدعاء، يترفعون المعتدلون، يترفعون، لا، نحن نذهب إليهم لأن لهم جمهور، هذا الجمهور مسؤوليتنا نحن. وندمت بعد التجربة؟ لا بالعكس، ولو تكررت وجدت عدالة حقيقة إلى الآن. يعني حسب ما قرأنا أنه تم يعني إخراجك من البرنامج قبل نهايته. لا، هو تورطوا، هم وجدوا أن الحلقة تضيق عليهم، هم ظنوا أول مرة أنه هذا مسكين ما عنده يعني ما عنده علم وكذا، ويمكن دكتور يأتي من الجامعة أنه يهزم،
تورطوا فلم يجيبوا على أسئلتي، منها 12 سؤال منها 3 أسئلة رئيسة. الأسئلة الأولى ما استطاعوا أن يجيبوا حتى هل هذا اللفظ في القرآن أو لا، ما استطاعوا أن يجيبوا لأنهم يعرفون نتائج لفظة إيش؟ لفظة الصحبة مثلا، هل أو الصحابة، هل كلام، لأنهم دائما كانت المحاضرة أو المناظرة المفترض على عدة موضوعات، عن الصحابة، عن العقيدة، عن كذا، فبدأوا بأكثر موضوع يظنون أنهم يعني متمكنون فيه. لأن وأنت صحيح تهاجم الصحابة؟ لا، أول وبس السؤال أنت سألتي ما هو السؤال، فقلت هل موجود الصحابة في القرآن؟ ليس القرآن ما في كلمة الصحابة، تمام، في كلمة المهاجرين، الأنصار، المتبعين، طبعا المنفقين، فكلمة الصحابة هذا من أين أتيتم بها؟ ثم هل الصحبة تقتضي الاتباع أو قد لا ولا تقتضيه؟ وما صاحبكم بمجنون، عندما يذكر واضح أن الكفار ليسوا متبعين للنبي، تمام، وما سماهم أصحابا، فمن هذا الباب لم يستطيعوا أن يجيبوا لأنه ينسف النظرية السلفية عن الصحابة كاملة تقريبا، آية يعني بأنه يجب اتباعهم. أي، فلما وجدوا أنهم تورطوا افتعلوا بأن هذا هذا طعم وهذا كذا، ولا أدري قد يكون طعما فعلا، القضية كلها قد تكون طعم. فأنا قلت هذا طبيعي، نحن الغلو السلفي يجعل الله ورسوله طعم، اترك عاد مسألة كذا، يعني عندما يقولون الله واتباع القرآن وكذا أجدها طعم، ليسوا جادين في اتباع القرآن، يقولون النبي أجدها طعم، الغلاء أقصد ترى، لا أعمم. طيب، كثير من السلفيين. هنكمل عن الغلاء الذين تتحدث عنهم، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. حركة يعني أنت يعني توجه تهما لغلاة السلفية كما تصفهم، لكن حركة التنوير العربي في القرن 19 ومطلع القرن 20 كانت تنسب نفسها للسلفية مثل الإمام محمد عبده، هناك فرق بين سلفية الأمس وسلفية اليوم؟ لا، هو هؤلاء معتدلين ومكثرهم غلاء، يعني نحن أنا أرى نفسي سلفي بمعنى آخر، يعني السلفية هي نتاج النص، يعني من الذي يحكم أن هذا معتدل وهذا مغالي؟ من هو؟ النص القرآني، والنص الحديثي المتوافق مع النص القرآني. نعم، فإذا كان النص القرآني يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم وكونوا مع الصادقين واتبعته، وأجد مغالي يكون مع الكاذبين في تصوراته عن المذاهب وعن الأقوام تمام، من يكون السلفي؟ طبعا شرعيا أكون أنا السلفي الذي أقول لا، أنا لا أصدق ما تقولونه عن الآخرين أو تصوراتكم الخاطئة عن الجهمية، عن الشيعة، عن المعتزلة، تصوراتكم خاطئة. وهو هذا التصور الخاطئ هو يجعله سلفية، تمام، هو يجعله العقيدة الصحيحة. من المتبع الحق للنص؟ هو يعني في التعريف، لأن الألفاظ سيدة الكريمة، عندنا مشكلة في الألفاظ يطلقها أي أحد، معاييرنا في الحكم أن هذا حق أو باطل أو سني أو غير سني أو سلفي أو غير سلفي ليست معايير شرعية، للأسف واقعنا معايير مذهبية، بمعنى أن الشيخ الفلاني قال خلاص، لكن الله قال ماذا؟ ما يلتفتوا، انتبه هنا، فهمت القصد؟ يجب إعادة المعايير، إعادة إنتاج المعايير حتى نعرف من هو السني وغير السني، من هو السلفي وغير السلفي، من هو المتبع وغير المتبع، من هو الصادق من الكاذب. الآن أكثر الناس عند الغلاة، إذا كنت أكثر كذبا وأكثر سوء أخلاق وأكثر تقطيبا للجبين فأنت على حق وأنت متدين. أبو أنتقل لموضوع من التاريخ إلى الواقع اليوم، أنت لك رأي بجهاز هيئة الأمر بالمعروف، فكرة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما جاءت في القرآن؟ لا، أنا ما عندي مشكلة مع الجهاز، ولكن مشكلة مع التعريف. الأمر بالمعروف، المعروف يجب أن يكون المعروف القرآني، والمنكر يجب أن يكون المنكر القرآني، والمعروف القرآني كالعدل، مراقبة الغش مثلا، الظلم كذا، يجب أن يعني لو كانت هذه من ضمن مهام الهيئة أفضل من الاختلافات، يعني المختلف فيه كالحجاب وكذا، هذه ما يجوز أن يكون فيها هذا العنت وهذا الشغل وما يسمى الاختلاط، يعني ما في نص يحرم الاختلاط، يعني كانوا يتوضؤون، أنا عندي نصوص من البخاري، كانوا يتوضؤون جميعا ويصلون في المسجد جميعا. فعندما تكون أنت تأخذ من البخاري يعني شيء وتترك منه لا شيء؟ لا سيدتي، لحظة، البخاري عندما أخذ منه ليس فقط المتواتر، البخاري مسلم التاريخ يدل أنهم يصلون، وما ما جعل النبي حتى سترة ما بين الرجال والنساء، بسهولة يضع سترة، الآن في جدار يسجد الإمام فيركعنا ويركع فيسجدنا، تمام، في جدار كامل مفصول، يعني الاختلاط حسب البخاري وكثيرين، ليس بخاري، كله متواتر، موجود عبر التاريخ الإسلامي، متواتر أنهم يصلون جميعا، في فرق بين المتواتر وما انفرد به البخاري أو مسلم أو غيره، أنهم يصلون جميعا ويجاهدون جميعا
يعني في معالجة الجرحى وفي مزارعهم جميعا. فعندما تشغل الهيئة نفسها ولا معنى جميل شعار جميل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن فقط الذي أطالبه أن يعرف المعروف من القرآن ما هو والمنكر من القرآن ما هو. والله يعني إيش المنكر؟ أنت ذكرت المعروف، ما هو المنكر في القرآن؟ الظلم، الافتراء، الكذب، هذه منكرات كبرى في القرآن الكريم. فتصور الآن لو يراقبون مثلا البذاءات في الإنترنت ولا البذاءات والتكفير، لو يراقبونها ألا يكون جميل؟ يعني التكفير الموجود في المجتمع، الغلو، الكتب المغالية التي تستبيح دم الآخر، هذا منكر، هذا أكبر منكر، استحلال النفس، استحلال قتل النفس المعصومة. لماذا لا يتفرغون في الكتب المغالية يراقبونها في السوق؟ لماذا لا في الغش التجاري، في الاستيلاء على الأراضي، في هذه أماكن يعني يسوى الجهد فيها؟ أما يعني تشغل نفسك في موضوع خلافي، في موضوع أنا لست يعني ضد جهاز الهيئة، للأمانة ليس لي معهم أي مشكلة من 27 سنة، ولكن أنا مع نفسها. التعريف والتطبيق يجب أن يكون في المعارف الكبرى والمنكرات الكبرى وليس في انشغال بالصغائر. على سيرة الجهاد اللي الحين تكلمت عنه، كان لك يعني أيضا رأي فتح عليك أبوابه، طبعا أبواب الجحيم. لا بالعكس، نحن معتادون. يعني شوفي، إذا لم يصبر الإنسان وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، متى تستطيع أن تشق نفسك طريق؟ إذا صبرت. أما إذا نريد الدلال بأن الأنبياء نعم ينزلون جاههم وسمعتهم، أما نحن نريد أن نحفظ سمعتنا وجاهنا، كأننا نقول لله عز وجل يا رب نستطيع أن ندعو إليك لكن بشرط أن لا يمس جاهنا ولا سمعتنا شيء. هذا شرط لم يشترطه الأنبياء. ما من نبي إلا قيل نراك في سفاهة وساحر ومجنون. فهذا يعني النضال واجب طبعا صاحب المبدأ والمؤمن. فلذلك عندما مسألة الجهاد، الله عز وجل شرع الجهاد لأمرين، لقتال المعتدي وللدفع عن المظلومين، كما قال عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذا حور ومعنى كبير، كيف تحور هذا حتى أصبحنا نفتح البلدان ونستولي على الشعوب ونا الأموال والجواري وكذا. مشكلة هذه يحتاج إلى حلقة مفردة حتى يثبت، لأن الناس ما يعرف. وحتى سيرة النبي شوهت حتى تتلائم مع سيرة الفاتحين، مع سيرة الحجاج وقتيبة بن مسلم وطارق موسى بن نصير، تمام، بأنه فعل وفعل. وعند التطبيق سترى أن الأسانيد التي تتهم النبي مثلا بفقع عيون سم العيون العرانيين وكذا، أنها أسانيد وضعت للسلطة، وضعت للحجاج، وضعت لفلان. هذه مشكلة ولا ينتبه لها. هنا الجهاد يا أخي الباحث، أن تجاهد لنصرة يعني لتبرئة نبيك وكتابنا وكتاب الله مما ألحقه به السلطات والوعاظ أو وعاظهم، ولا هذا هو الجهاد الحقيقي. وليس الجهاد الحقيقي أن تذهب إلى ردود في إما في قضايا تاريخية أو قضايا صغيرة فقهية. الجهاد الحقيقي النبي ينتظرك أنت أيها الباحث المسلم السني، خاصة أنا خاطب لأن الآخر ما عندي علمه، أيها الباحث السني النبي ينتظرك أن تبرئه مما نسب إليه، وأنت تعرف أن الجرح والتعديل وضع ما هي الأسباب المؤثرة فيها السياسية والمذهبية، وأنت تعرف أن سيرة النبي لا تخالف القرآن، وأنت تعرف العدل الموجود في القرآن وضموره في السنة. حتى التاريخ الإسلامي غير مقتنع فيه يعني من طيب النص من هو يعني من هو النص اللي انت مقتنع فيها او شعر انها حقيقيه؟ النص القراني مع العقل مع التجربه مع حقوق الانسان، هذه اساسيات. فلذلك ترين بالمناسبه الامام علي له كلمه جميله، سياتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء اخفى من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اكثر من الكذب على الله ورسوله. وفعلا حدث هذه الاراء التي يعتبرها الدعاة وكثير من المسلمين بانها اراء جريئه، يعني دفعتك الى ان تدفع الثمن؟ الحمد لله انا معظم ما وصلني يفصل من العمل، فصل من الكتابه، منع من السفر الى حد ما. وهذه طب كيف أثمان بسيطة يعني، ولعلها إن شاء الله إن أحسن الظن يعني إن أحسن الظن هم الفئة المتنفذة في فئة شيطانية متنفذة، فئة شيطانية علمية دعوية تحتسب في ظلم الناس. صحيح جاءت فتصل لحظة بالله تصل إلى مراكز القرار وتقول بأن هذا فيه وهذا كذا متآمر وعميل وكذا،
فقد تصدق. يعني أنا لو لم أكن أنا ورأيت ما قيل عني لصدقت. وش تبغى من بعد هذا؟ لو لم أكن أنا. أي والله من كثرة ما أتى. فلكن إن شاء الله مع الوقت يعني يتبين بأنه وإن شاء الله الحقوق التي أخذت مني يعني. طب أنا سمعت أنه جاتك عروض للعيش خارج السعودية. طبعا ورفضت كل طبعاً العروض. طبعا لأنني أحب بلدي العام المملكة العربية السعودية وبلدي الخاص بني مالك. وعندي والدان الله يطول في أعمارهم كبار في السن وأرض وذكريات و راعي وكذا مرتبط بقوة يعني. وأرى أن وغير صحيح أن قبيلة بني مالك تبرأت من لا لهم 20 مطوع مساكين 20 مطوع ويعني ليس كتبوا إشاعة يعني. لا كتبوا بيان لا القبيلة 100,000 وعندي من بالطبيعي في بني مالك من هو ضدي من هو معي وهذا جيد يعني. أنا بالمناسبة أنا لست مع القبلية والمناطقية ليكن من الجنوبيين من هو معي ومن هو ضدي من معظم أصدقائي في نجد وفي برايد وفي القصيم دعيت أكثر مرة ليكن فيهم من هو معي ومن هو ضدي. أنا مع التنوع والحراك لكن لست مع قيبلة بين قوسين قيبلة أو منطقة المعلومة أن تجعل مناطقية أو قبلية أو كذا. طب كيف تعمل معلومة اليوم؟ ماذا تعمل؟ استشارات وكتبي في الخارج يعني بعض الكتب يعني وتدير دخلا جيد. خليها على الله يعني موضوع شخصي سهل يعني ما هي مشكلة يعني. شكرا لك على هذه المشاركة وكانت الحلقة يعني معك مشت بسرعة. الله يوفق الله في الحلقات المقبلة إن شاء الله. حسن ظنكم. شكرا لكم على المتابعة وألقاكم الأسبوع المقبل. كان معنا الشيخ حسن فرحان المالكي المفكر السعودي وإلى اللقاء.